مكان، وقال لي رجل اعمال بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يعني، فما رحتش الاستاد. احكي لي بقى، اكيد حاولت وعفرت تروح الاستاد وما نفعتش المحاولات، احكي لي بقى اللحظات ما قبل التسعين دقيقة ثم التسعين دقيقة. والله الشعور لا يوصف، لان بكل بصراحه يعني بكل بساطه انا ممكن اقول لك على اسبوع بالنسبه لي انا ما حدش يعني يزعل مني سيء جدا نفسيا قبل المباراه. ليه؟ اسبوع عمال اتخيل الماتش، عمال اتخيل المباراه يا كابتن. المباراه بالنسبه لي شبح جاي لي، الاهلي كان عامل طبعا موسم خيالي، ولكن في حاجات كده يا كابتن يعني اكلمك عليها، اكلمك على لقب بتاخر 7 سنين، صح. 7 سنين بعد جيل الحبايب، وقاعدين في 2017 نخسر قدام الوداد في مشهد صعب جدا، مشهد اصعب منه في الترجي صح. في 2018 ب 3-1 هنا، فتروح تتغلب 3-0 هناك، ومشهد اصعب على جماهير النادي الاهلي كله بخماسيه قبل النهائي مع صن داونز، نعم. ويجي الصوره التاريخيه الكابتن خطيب في استاد القاهره في الماتش ده، دي صوره معبره جدا. انا شفت الصوره دي يا كابتن، عرفت ان احنا السنه الجايه هيحصل حاجه مختلفه، صوره واحد مصر ان في حاجه تحصل للنادي ده، حزن وزعل غريب. اكلمك على الاسبوع اللي قبله، الاحساس الزمالك انه يكسب لا قدر الله وممكن تقام الافراح والليالي الملاح لغايه نهايه العالم. اكلمك على مدرب زي موسيماني لسه ماسك من شهر ونص قبل الماتش وجاي بعد فايلر اللي كان عامل اداء عظيم، نعم. ويخش على ماتش تاريخي زي ده. لا يا كابتن، حاجه صعبه جدا نفسيا. انا مشيت كل اللي في البيت، ضلمت الاوضه، انا بكلمك بجد يا كابتن، مشيتهم فعلا، قلت لهم لو سمحتوا ما حشعش حد معايا في البيت النهارده، ضلمت الاوضه، اتفرجت على الماتش، وبعد جون قفشه جالي طلعت بقى الانهيار بتاع الاسبوع كله. كله. نزلت جريت في الشارع ولا عملت ايه؟ فعلا. والله يا كابتن بكيت، والله يا كابتن انا ما بكيتش الا على 3 حاجات في حياتي، وفاة والدي ووالدتي ربنا يرحمهم يا رب. و الماتش ده. طيب خلينا نروح لحامي حمى الاهلي في الامارات اكرام الرديني، وانا علاقتي هو فكرني الحقيقه علاقتي بيه من زمن الزمن، طلعنا عارفين بعض من ايام دريم وزميلنا العزيز صلاح عقده وحاجات كتيره يمكن مش هنعرف نتكلم عليها دلوقتي، لكنه خليني اسالك يا اكرام، كنت عايز الزمالك ولا الرجاء بمنتهى الامانه؟ وانا اقول لك انا بمنتهى الامانه انا كنت عايز الرجاء، لان احنا كنا كسبانين الوداد هنا وهناك، فقلت ايه رجلنا ماشيه المره دي على اخواتنا الاعزاء يعني، وحظنا عالي عليهم. والزمالك كان ساعتها فرجاني وبن شرقي واسماء كبيره لها كل الاحترام يعني. هل كنت عايز ده ولا ده؟ كنت فرحان انها من مباراه واحده ولا كنت تتمنى انها ذهاب وعوده؟ والله كابتن انا عايز اقول لك على حاجه، كان نفسي في الزمالك. كان نفسك في الزمالك يعني جدا. وبعدين لو نفتكر يا كابتن كان في نقطه ثقه، واللي النادي الاهلي هيكسب، ودي ليله مستريح بعد النقطه دي. لما راح جمهور الزمالك عند النادي الاهلي وعمل يافطت، نام يا اهلي. فدي ادتني ثقه جدا، لان الاهلي بيستفز وبيقبل التحديات من المواقف. حلو. ولا الهلال قصة مع وليد فراج، ولا انا مع الزميل عبد الله الكعبي قصة في العين، وكل الاتحاد قصة. فبعد اليافطة دي انا جالي شعور مختلف تماما. حلو. الشعور النادي الاهلي في تحدي يعني. فمين المباراة؟ اي نعم، في قبلها فايلر مع موسيماني، حاجات كورونا، ديانج من القايمه، كل دي حاجات لينا في توقع. ايوه. لكن كانت بالنسبه لي يا كابتن ومفيش مباراه فيها زي مباراه، هم اللي طلعوا المصطلح ده لنادي الزمالك الكبير، طلع المصطلح بتاع القرن واحنا قبلناه. قويه. لكن انا عايز نقول للاهلي احلى مقدمين ليه عمرو السوليه حق. لا من دي له انا ان شاء يعني الله ان شاء الله والله عاملين لك مفاجاه، انا بس يا رب تتم على خير يا رب. قول قول بس انت ادي له حقه، اتفضل. نعم. وكانت اسعد لحظه بقى كابتن. ايوه. انذار بتاع الشناوي، يعني كابتن الشناوي خد الانذار، كانت نقطه
نقطة فارقة عندي اللي خلاص النادي الأهلي آخر دقيقة بيضيع وقت في اللي هو عشان ياخد البطولة. يعني أنا في حياتي كلها بقولها دايما يعني بحافظ على نفسي، بحافظ على شكلي، بحافظ على مع النادي الأهلي يا كابتن فوق الترابيزة في زي العيل الصغير. أيوه وكانت دي فرصة عليا. الفرصة كلها كانت كلها قصة كابتن حلوة جدا. احكي احكي احكي. في 2006 فزنا على العازم ده وثلاثة أربعة زمايلي في البيت. أبو تريكة حط الكورة كده، قعدت أجري في الشقة، نزلت على النادي بعد ساعة كابتن بيقول النادي هو في الشقة وسبتين الكارير تحت الاهلي وسبتين فعلا. فالاهلي بيخليك كابتن طبعا. صحيح.